لقد سمعنا من أحد طلاب العلم يقول إن الاستواء على العرش صفة فعلية، ثم قال: وإنه صفة ذاتية باعتبار أنه صار ملازما للذات الإلهية، فهل قوله الثاني صحيح؟ قوله الثاني فيه نظر. المستعان. الاستواء صفة فعلية، ولذلك رتبه الله بعد خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وأما العلو فإنه صفة فعلية، صفة ذاتية. أما العلو فإنه صفة ذاتية لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى. أما الاستواء فإنه صفة فعلية يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، وليس صفة ذاتية. نعم.